شوف، كنت لسه من ساعتين بتكلم على حته ان السيد جمال بلماضي مش محبوب اعلاميا لدى الاعلام الجزائري، وسبحان الله الراجل طلع اخبار من 3 4 ساعات ان هو هيأجل اعلان قائمه المنتخب الجزائري ليوم الاحد عشيه السفر للدوحه، الراجل كان مقرر كده، فسبحان الله مره واحده كده تيجي نازله على تويتر قائمه المنتخب الجزائري لكاس امم افريقيا 2022. يا اخي حب انا قوي مصريين في الكره العربيه، بس بحبهم قوي بصراحه، اللي هو نزلتها لك اهو، قول بقى ان دي مش القايمه. المشكله كلها عزيزي زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع امبارح، في ياسين ابراهيمي، نقطه ياسين ابراهيمي بس هي اللي عامله مشكله في القايمه، ده الكلام اللي اتسرب وده الكلام اللي طلع. طيب النهارده بقى مين القايمه اللي مفترض ان هي رسميه تم الاعلان عنها؟ مصطفى زغبة، الكسندر اوكوجيا، رئيس مبولحي، نفس الناس اللي تم التسريب عنهم امبارح لدى موقع العين، لان موقع العين امبارح نزل 28 لاعب كان متوقع ان السيد جمال بالماضي هياخد القايمه منهم، وسبحان الله هم بالحرف الواحد ما عدا رضا حليميه اللي في خط الدفاع، الدفاع فيه يوسف عطال، عيسى مندي، رياض شتي، رامي بن سبعيني، رضا حليميه، مش هو اسمه غريب بصراحه، حسين بن عياده، محمد امين توغاي، جمال بن عمري، مهدي تعرات، طهرات، عبد القادر بدران، الوسط اسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، ادم زرجان، سفيان بن دبكه، هارس بالكبله، رميز زروكي، مش عارف اللي مين اللي عندنا بطولات كتب الاسامي غلط. الهجوم محمد الامين عموره، رياض محرز، ياسين ابراهيمي، بغداد بنجاح، اسلام سليماني، فريد بولايه، سعيد بالرحمه، يوسف بلايلي، ادم والناس. مفترض ان هذه القايمه اللي تم تسريبها على تويتر، لان حتى الان محدش عارف هل دي القايمه الرسميه اللي تم الاعلان عنها من قبل السيد جمال بالماضي، ولا دي القايمه الرسميه اللي الاتحاد الجزائري منزلها على السايت بتاعه علشان يحرج السيد جمال بالماضي. بصراحه موقف غريب جدا بالنسبه لي كاتحاد كوره، ما بتدعمش مدير فني هو رجعك من بعيد جدا، مفترض انك تدعمه زياده عن كده لما يقول ان هو هيأجل، ما تجيش تورطه وتنزل القايمه على تويتر. بصراحه شايف انه التصرف خايب جدا من قبل اتحاد الكره الجزائري، شايف انه تصرف عليه علامات استفهام كتير، خصوصا ان المدير الفني ما كانش موافق ان هو يعلن القايمه دلوقتي، الراجل كان عايز يعلن القايمه ياخد اللعيبه يسافر بيهم خلاص، انما انت اعلنت القايمه النهارده الجمعه، هتقعد يومين كده محدش هيتقال كلام كتير جدا، فبلاش يعني، بالنسبه لي حاجه غبيه وحاجه غلط ان الاتحاد الجزائري سرب القايمه دي. ده رايي انا، انت بقى رايك ايه؟ قول اللي انت عايزه، بس بالنسبه لنا في كل الحالات جمال بالماضي بقى الحرب على افريقيا بال 28 لاعب دول، كفايه ولادنا محرز يابا يعني، بالصلاه على النبي هذا ابننا، ذيس از سن، انما بالنسبه لنا يعني كمنتخب مصر مش مرشحين لحاجه، فاحنا طبيعي جدا ان احنا نقعد ندور على المنتخبات الاقوى منزله التشكيلات عامله ازاي، اتكلمنا على المغرب واتكلمنا على الجزائر مرتين، نتمنى نشوف منزل كبير هيقوم الغيبوبه امتى ويعلن القايمه بتاعته امتى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش براحتك.